السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة، عملت سلاكة حمام 4 عيون، أهو زي ما حضراتكم شايفين عملتها فك وتركيب. إزاي عملتها فك وتركيب؟ الشكل ده 4 عيون. طيب، أنا عملت كل جزء لوحده، ده اللي فيه الظرف أهو، الجرارات دي، الدرف، تمام. افتحها كده كلها اهو، ال4 درف، تمام. والظهر اهو، ده ظهر، وده كمان جنب تاني، تمام. ومعانا مجموعة اللي هي رفوف دي، رف لل او اللي هي هتكون عيون، كل عين دي ترف تحت وله درج كمان، واحدة دي اللي هتشيل الحمام ودي للدرج، اللي هتشيل الدرج ما يكونش فيها خشب كتير زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام. طيب، انا هجمع، نبدأ نجمعها ونشوفها مع بعض. Thank you.
بكده يكون عملنا سلاكات 4 عيون 60 في 60، درج بلاستيك، درج بلاستيك ب20 جنيه. تاخد محضنين او 2 طاجن للحمام اللحم، بسم الله ما شاء الله، شوف الوسع قد ايه، والاكاله والمسقه بتاعت الاكل. عايز انك تعمل لايك، اطلب منك تعمل لايك للفيديو لاني تعبت جدا جدا على بال ما عملت لكم السلكات دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.